السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد كنت ماشيه عند صاحبتي الصراحه وحرت شنو غادي ندي معايا وفي التالي فكرت قلت ما كانش ما من هاد التيراميسو ديال رافاييلو اللي غد... اللي كيجي كي واعر بزاف وبنين بنين ديال تحمر ديال لوجه آه بطبيعه الحال آه... انا كنتقاسم معكم كل شيء يعني اي حاجه كانت زوينه اي وصفه اللي كتجي واعره راني كنتقاسمها معكم شي مرات كنجرب شي حاجه ما كتجيش زوينه الصراحه ما كنشاركهاش معكم وكنضربوا التمره ولكن انتم التفاعل كاع فاختي لا تحسي في الفيديو ديالي بالصدفه ولا هداك ما عليك غير تبركي على داك اللايك تخلي لي واحد التعليق زوين ولا كنتي ما مشتركاش في القناه تشترك في القناه وفعل زر الجرس هكا باش يوصلك كل جديد وكل الوصفات اللي كنحط لكم راها ناجحه وزوينه وبنينه فدابا نمشيو نشوف الطريقه والمقادير وهنا في واحد الاناء غادي نديرو 400 غرام ديال الكريمه السائله او كريمه الخفق واول حاجه غادي نخفقوا هديك الكريمه شويه كما غادي تشوفوا معايا المهم غادي نطرب الكريمه ديالي حتى نحصل على هذاك القوام اللي انا باغه كيفما غادي تشوفوا معايا في الفيديو او هنا غادي نجيب 500 غرام ديال ماسكابون وغادي نجيب 150 غرام ديال الجبن الابيض وغادي نديرهم هكا غادي نجيب جوج ديال الفاني غادي ندير هنا 400 غرام ديال الحليب المحلى المركات هنا غادي نحليو بالحليب كنتي باغيه الحلاوه غادي ديري هذيك 400 غرام كنتي باغيها شويه تكون ناقصه من الحلاوه غديري قل المهم انتيا انتيا والذوق ديالك غادي نخلط الكل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا حتى يندمج الخليط مزيان ومن بعد غادي نجيب هذيك الكريمه اللي خفقت من قبل وغادي نضيفها وغادي نخلط عاوتاني نفس الشيء بالخلاط الكهربائي اولا بالطراب الكهربائي حتى نحصل على هذاك القوام اللي انا باغاه وشوفوا معايا الكريمه ما شاء الله كيفاش كتجي كتجي رائعه واهم حاجه راه بنينه صدقوني غادي تجربوها غادي هنا هنايا بالنسبه للكريمه السائله اللي استعملت انا باش غادي نغطس هذاك البسكوي نسمتها بالفاني الا ما كنتيش باغيه ديري الكريمه السائله ممكن ديري الحليب ولكن صدقوني راه بالكريمه السائله راه كتجي شي حاجه خطيره جدا يعني اي حاجه كتزيد المذاق ولا ما كنتيش يعني باغيه ديريها ممكن يعني ديري الحليب ماشي مشكل كيف ما كتشوفوا معايا غادي نكمل هكا كندير البسكوي في, في هذاك الكريمه وكنستف في, في القالب اللي غادي ديال التقديم ومن بعد غادي نجيب واحد الكميه ديال الكريمه وغادي نديرها المهم الطريقه الكلاسيكيه ديال التيراميسو يعني ماشي شي حاجه اللي في يعني الطريقه الكلاسيكيه كما قلت لكم صافي غادي نحاول ما امكن انني نقد هذيك الكريمه ومن بعد غادي نجيب عاوتاني البسكوي هنايا بقى لي هاد النص خاوي في الاول في الطبقه الاولى خفت صراحه البسكوي ما يكفينيش فكنت يعني كندير ونقيس ما فاش تبقى هنا اي يعني كل بسكوي قسمتها على زوج ودرت عمرت حتى الوسط وجبت الكريمه اللي بقات لي ودرتها من الفوق يعني الطريقة اللي هي سهله كنحاول ما امكن انني نقاد هذيك الكريمه ديالي حتى تجيني متساويه ومن بعد طبيعه الحال غادي نغطيها كيف ما غادي تشوفوا معايا وغادي نديروها في الثلاجه يعني ضروري الثلاجه ضروري تبقى واحد الليله كامله هي من الاحسن البنات يعني ليله كامله كاين الناس اللي ما عندهمش الوقت على الاقل ستة السوايع يعني ديريها في الصباح وحتى العشيه عتاكليها اما من الاحسن انها كما قلت لكم تبقى ليله كامله في الثلاجه ومن بعد كتجي يا سلام المهم هذا النهار هذا انا درتها ليله قبل ما نمشي لعند صاحبتي هكا باش تبات في الثلاجه ولا نخليها عاد غادي نزينها وهذه كملاحظه غادي نقولها لكم فاللي بغات تستعمل فقط نصف ديال الكميه لان هاد الكميه اللي انا درت راه مذوبله يعني المقادير اللي عطيت لكم في الاول في الفيديو راه كميه ديال مذوبله ممكن ديري فقط نصف ديال الكميه هنا من بعد كما قلت لكم مرور ليله كامله صافي كنجيبو للتزيين غادي نستعملو الكوك شوفو لي غير ملي كنديرو غير الكوك صراحه كيعطيها واحد المنظر كيعطيها واحد الشان والهمه صراحه هذا الكوك والله الا خطير لا في المذاق ديالو ولا في التزيين ديالو كما كنشوفو غير الكيكه العاديه فاش كنزوقوها كيبقى الواحد كيزوق باشكال كثيره ولكن ديال الكوك انا بعدا ديك الصراحه كنشوفها من اجمل يعني التزيين وكتعطي حتى المذاق زوين صراحه المهم كيف ما قلت لكم انا غادي نزين هكا بالكوك ومن بعد غادي نضيف هكا اضافات ممكن تستغناو على دوك الاضافات اللي انا استعملت ممكن نتوما تستعملوها هكا باش كتزيد لها الهمه والشان المهم <applause> هاد التيراميسو هذا يعني ديال ديال النخوه هنا جبت البندق هكا مهرمش ومحمر ممكن تجيبوا اللوز حتى هو يعني هكا يكون هكا مهرمش ومحمر مهم التزيين كيبقى كما قلت لكم اختياري ممكن تكتفيوا بها فقط ب... يعني باش ما تزيدوش التعقيدات على راسكم تقدروا تكتفيوا بها غير بالكوك المهم انا كنقول لكم داكشي اللي درت صافي غادي نكمل هكا ك... يعني كنحاول ما امكن انني ندير كل قطعه تكون فيها شويه ديال هكا ديال هذا البندق ومن بعد غادي نجيب رافايلو غادي نقسمه كيف ما غادي تشوفوا معايا وغادي نزين به على الطريقه هذه كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم وصفه اكثر من رائعه كما قالت لي صاحبتي قالت لك بقوه ما زعما لذيذه سمحنا في هذاك رافايل اللي كنا مزوقين به كاع ما كليناهش كلينا حنايا غير سميته غير التيراميسو اما داك رافايل اللي بدينا كنرميوه بقوه اللذه ديال يلا... التيراميسو شوفوا البنات صافي كان هذا هو الديل الجميل جدا هنا صافي راني كنت عند صاحبتي هي اللي راها كتقطع هكا شوفوا ما شاء الله كيفاش جات ضروري كيما عودتكم دا دائما انني غنوريكم النتيجه النهائيه ايوا اختي كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم كنتمنى من كل قلبي انك تجربيها وتنال الاعجاب ديالك واكيد غادي تعجبك يعني ماشي شي حاجه اللي يعني بالشهاده ديال صاحبتي و... واللي كلاها كامل وبنيتاتها عرفتي كلشي اللي كلاها عند تما قالك زوينه ف حتى بغيت نتقاسمها معاك وحتى انت تجربيها وحتى انت تستمتعي وشوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي داك البسكوي كيجي واعر عرفتي داك بحال الجينواز كيرجع كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه